يعني نعم هذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والصلاة والدعاء. بالفعل مما يثلج الصدر عندما نرى أروقة الحرم بالكامل مع ساحاته الخارجية مفتوحة بالكامل وملأة بالمصلين، هذا إن دل يدل على الانتماء الحقيقي لهذا المسجد، يدل على المرابطة الحقيقية لهذا المكان، يدل على أن أصحاب الحق في الحرم الإبراهيمي وليس لغير الحق في هذا المكان. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأعداد وهذه الوفود التي أمت الحرم في هذه الجمعة الأخيرة أن تبقى دوما في أروقة المسجد وأن تأم الحرم الإبراهيمي في كافة الأوقات وفي كافة الصلوات، كي يفوت الفرصة على هذا المحتل الذي يحاول في كل وقت وفي كل حين فرض هيمنته والسيطرة التامة على الحرم وإبعاد الناس عن هذا المكان. لكن ثبات شعبنا وإرادة شعبنا والمرابطة في داخل هذا المكان هي أكبر دليل عننا أصحاب الحق في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. لا ما عيش انت جنبي بعد.